هلو هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم نجلاء باهر او نوجا فاشن ادفايزر، والنهارده جاي اكلمكم على موضوع جماليات سن الاربعين. تابعوا معايا الفيديو، كلام كتير مهم وهيحببنا في مرحله قويه جدا، يمكن من اقوى مراحل عمرنا، المرحله البرنسيه او بقيتي خلاص برنسيسة بعد سن الاربعين. تغيرات كتير حصلت في حياتك، ناس كتير بقابلهم وبشوفهم بيبقوا متضايقين قوي ان هم داخلين او دخلوا او عدوا سن الاربعين وكمان الخمسين. عايزه اقولك وبشرك ان سن الاربعين هو يمكن بيسموه منتصف العمر، هو فعلا تقريبا يعني في عمر البني ادمين كده يعتبر ان هو نص العمر او منتصف العمر، وخليني اقولها لك بطريقه ايجابيه، هو قمه العمر او اعلى مكان. لو وصلتي للسن ده هو اعلى مكان او في الهرم بتاع عمرك. البني ادم بيكبر يكبر يكبر من اول ما بيتولد، بيكتسب كل يوم خبرات. المرحله الاولى مرحله الطفوله 10 سنين، بعديها مرحله التين ايجر او المراهقه 10 سنين، وكل دي مراحل تعليميه. بعد ما بيخلص اول 20 سنه بيخش في مرحله ال 30، وهي مرحله ان هو يجرب كل اللي اتعلمه من الطفوله ومن المراهقه، ويبتدي يخوض زي ما بيقولوا كده الحياة، يتجوز ويخلف ويشتغل وينجح ويفشل ويتطلق ويحب ويتحب ويتساب. وتوصلي يا ست الكل لسن الاربعين محملة بخبرات كتير قوي، وصلتي للقمة. محدش قابله ويقولي يا نوجة خلاص بقى، اللي راح راح واللي فات فات واللي مات مات، وسن خلاص بقى احنا كبرنا، ليه نلبس كذا، ليه نعمل كذا، مفيش حاجة نقدر نعملها في السن ده. خليني أقولك إن سن الأربعين ده في حاجات كتير أنتي بقيتي قمة فيها، هعددها لك الأول وبعدين أقولك هنستفيد بها إزاي. أولا خلينا نتكلم على الجزء الشكلي. شكلك شوية بقى فيه تجاعيد، شوية حوالين العين بقى فيه شوية رينكلز كده أو تجاعيد، حوالين البق بقى فيه علامات. ليه ما نبصش للكلام ده ان دي خبراتك، دي اللي انت جنتيه في الثلاثين سنة. كل الرينكلز وكل الخطوط اللي ظهرت حوالين العين لما تبصي في المراية هتفكرك قد ايه انت عشتي ايام جميلة، قد ايه انت كنت سعيدة، قد ايه ضحكتك كانت حلوة. كلنا نعرف ان العلامات اللي عند العين بالذات هي علامات الضحك، هتفكرنا بكل ضحكة وكل ابتسامة وكل لحظة حلوة عشناها. ربنا ما بيعملش حاجه وحشه، لما بيعمل لك الرينكلز هو مش قصده ان هو يوحشك، بالعكس هو بيعمل علامات في جسمك انك عشتي ايام جميله، ضحكتي كتير، سافرتي كتير، بسمتك كانت ماليه وشك، فبيديكي امل للي جاي. كمان الخطوط اللي بتظهر هنا بيسموها ايه في علم اطباء التجميل؟ بيسموها الساد فيس، برضو بتفكرك قد ايه زعلتي، قد ايه فقدتي ناس كانت عزيزه عليكي، بس بيفكرك برضو انك وصلتي للمرحلة دي، وصلتي للسن ده، وتخطيتي كل الاوقات الحزينة اللي عدت عليكي في الفترة دي. عشان كده سن الاربعين ده او بداية سن الاربعين فيما فوق 40 و50 و60 هي القمة، خلاص انت عديتي بكل التجارب وسابت اثر واضح جدا في ملامحك. طيب نسيبها كده ولا بقى نخش نشوف الفاشن ادفايزر هتقول لنا ايه؟ ارجوكي ما تستسلميش لعلامات السن، لازم يفضل شكلك حلو. مش بقولك اعملي فيلر وبوتوكس وانفخي واعملي الكلام ده كله، ده مش صح. الصح انك انت تعملي حاجة اسمها صيانة دورية. ده الغسالة يا ست البنات بنعمل لها صيانة، التلاجة بنعمل لها صيانة، يبقى جسم البني آدم مش محتاج صيانة. نصيحتي ليكي في السن ده ان انت يبقى عندك روتين لبشرتك يومي، عندك روتين مع طبيب تجميل، طبيب مش بقول لك مركز محدش يعرفه او كده، طبيب تجميل وجلديه يكون موثوق فيه، ويبقى عندك ميعاد معاه كل شهرين كل 3 شهور يشوف ايه الحاجات اللي ممكن يصلحها. احنا بنصلح مش بنزود، مش طبيعي ان ملامحك تتغير من ال 30 لل 50 مثلا تبقي واحده تانية لما تقابلي اصحابك ما يعرفوكيش. انت ممكن تعملي بوتوكس، ممكن تعملي فيلرز، احنا في سنه 2021 2022، يعني خلاص العلم تقدم ان هو يقلل علامات التجاعيد، يخلي شكلك طبيعي، شكلك حلو. اللي بيشوفك مش شايف انك عملتي عمليه تجميل، مش شايف انك عملتي حاجه اوفر، لا شايف انك حلوه وجميله ولسه محتفظه بنضاره بشرتك
وجمال ملامحك. اوعي تزودي، مش صرف فلوس، مش اللي معاه فلوس اكتر يصرف اكتر وينفخ اكتر ويملى اكتر. على فكره ده بيزود العمر، عمر فوق عمرك. الحاجه الطبيعيه الخفيفه اللي بس كده تخليكي شكلك نضر. يلا نشوف ممكن نعمل ايه كمان في سن الاربعين. وصلنا بقى للمرحله البرنسيه او بقيتي برنسس. خلاص انت مريتي بتجارب كتير جدا، عملنا كل اللي نفسنا فيه، اشتغلنا، اتعلمنا، خلفنا، ربينا، حبينا وتحبينا، سيبنا وحد سابنا، عادي جدا. وصلت المرحلة بقى خلاص تحديد مصير. على فكرة تحديد المصير ما بيبقاش لا في العشرين ولا في الثلاثين، لان في اغلب المراحل اللي قبل كده اللي بيحدد مصيرك هو ناس غيرك. الاب بيقرر تخشي مدرسة ايه، الام بتقرر هتخشي جامعة ايه، الاب والام بيقرروا تتجوزي ده ولا ما تتجوزيش ده، تحبي ده او ما تحبيش ده. بعد كده بتخش في مرحلة الزواج والأطفال، غالبا بيكون الزوج ليه أثر عليكي أو تأثير عليكي، وكذلك أبنائك بيحددولك لازم تروحي الكيدز إيريا عشان هم يلعبوا. انت مش عايزة تروحي الكيدز إيريا بس هم بيودوك الكيدز إيريا. وصلت مرحلة الأربعين، لو عندك ولاد كبروا خلاص، بقيتي مسؤولة مسؤولية كاملة عن نفسك، مفروض ان محدش يملي عليكي قراراتك. دي المرحلة الوحيدة اللي تقدري تقولي والله انا عايزه اكمل في شغلي ده، او عايزه اسيب الشغل واعمل حاجه تانية انا بحبها. والله ده انا كان عندي هوايه زمان الرسم، بس ابويا قرر ان انا اخش كليه الطب. دلوقتي تقدري بكل، وصلتي لمرحله ماديه، المفروض ان سن الاربعين ده اللي هو النضوج، مرحله ماديه وعقليه وكل حاجه، انك تقرري عايزه تعملي ايه، بتحبي تعملي ايه. بتحبي تعملي هوايه اعمليها، بتحبي ترسمي انزلي ارسمي وخدي كورسات وابتدي من اول وجديد. عجبني جدا، قريت عن واحده كانت طول عمرها مضيعاها مع الاولاد ومع الزوج وي وي وي، ونسيت ان هي كانت بتحب ان هي تخش كليه الحقوق، ابوها كان مانعها انها تخشها لظروف. المهم البنت دي او الست دي بعد سن الاربعين ولادها كبار عندهم كل واحد 20 سنه، قررت انها تخش الحقوق وتتعلم وتاخد شهادات وتوصل لاعلى درجه في شهادات الحقوق. تقدري تحققي احلامك لان انت بقيتي صاحبه الكلمه الاولى والاخيره في حياتك. يلا نشوف الاربعين كمان فيها ايه. وصلنا بقى لمرحله الغربله. غربله يعني ايه؟ يعني ان انت تعملي سيلكشن او تعملي انتقاء لمعارفك، لكل اصحابك، لكل حبايبك، مين اللي تقربيه منك ومين اللي تبعدي عنه بالمشوار. اتكلمنا يمكن في فيديو قبل كده عن الطاقه الايجابيه، اي حد بيديكي طاقة إيجابية بيديكي تفاؤل وأمل لبكرة خليكي معاه وقربي منه، اخرجي معاه وافتحي معاه مجالات للحديث. أي حد، بقول أي حد بيديكي طاقة سلبية ابعدي عنه وقفلي معاه اللينك بتاع الحديث. دول بيسموهم في علم الطاقة هم مصاصين للطاقة، بياخدوا من طاقتك. وانت خلاص وصلتي المرحلة انت عايزة تعيشي في سلام، كل أي حد تسأليه بعد الأربعين نفسك في ايه؟ مش هيقولك شقة ولا عربية ولا اتجوز ولا خلف، لان المفروض ان اغلب الحاجات دي او الاماني دي بتكون اتحققت او ما اتحققتش في المراحل اللي قبل كده، لكن بيكونوا واصلين لمرحلة السلام النفسي، عايز اعيش في هدوء بحب وتفاؤل ومفيش حاجة تنغص عليا حياتي. فالناس اللي بتنغص عليك حياتك ابعدي عنهم بالمشوار. كوني قوية، كوني قوية وانت بتاخدي قراراتك. انت خلاص ما بقيتيش صغيرة، انت خلاص بقيتي ناضجة ست كبيرة، وصلتي لمرحلة من النضوج والحكمة اللي تخليكي تاخدي قرار. خدي قرارات في كل حياتك خليكي قوية. قرار عايزة اروح فين، عايزة اشتغل الشغلانة دي ولا لأ، عايزة احب الشخص ده ولا مش عايزة. القرارات المصيرية محتاجة انك انت تعملي لها اعادة ترتيب، وتشوفي ايه منهم اللي بيسعدك وتكملي فيه وايه منهم اللي بيضايقك وبعدي عنه. لو عجبكم الفيديو ده، اداكوا طاقة ايجابية وحسسك ان انت برنسيسة بعد سن الاربعين، اعملي لي لايك وشير واكتبي لي كومنت وقولي لي رأيك في المرحلة البرنسية.